طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى واجه التغيير. وثيقة الاتفاق السياسي التي بموجبها تشكلت حكومة العبادي بعد المواجهة الصعبة والتحدي الذي كان يقوده المالكي وبطانته من أجل بقائه متسيدا للمشهد العراقي. الكتل السياسية وضعت فترات زمنية محددة لتنفذ الحكومة ما التزمت وتعهدت به كشرط للمشاركة فيها بعد تجربتها المرة مع حكومة المالكي، ولعل البارز فيها هو إعادة النظر في إدارة الملف الأمني وبناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها المهنية، وأن تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي، وأن يكون السلاح حصرا بيد الدولة، وكذلك حظر أي تشكيل مسلح خارج سيطرتها، ومعالجة ملف المساءلة والعدالة وعدم تسييسه، والعمل على تحويله إلى ملف قضائي. ولعل التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة اليوم هو قضية النائب عن محافظة الأنبار أحمد العلواني، حيث تقاتل عشائره أو عشائرها تنظيم الدولة، وكذلك موضوع الميليشيات بعناوينها ومسمياتها المتعددة والتي تمارس سياسة الخطف والقتل والتهجير، إضافة إلى تجاوزات المالكي على رئاستي الجمهورية والوزراء. مشاهدين الكرام، للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيوفي في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي الدكتور عبد الرحمن الجميدي. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن، وأيضا عبر السكايب من لندن مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية الدكتور غسان العطية. مرحبا بك دكتور غسان أيضا. بداية دكتور عبد الرحمن، الاتفاق أو وثيقة الاتفاق السياسي أو حكومة المالكي توفقت، يعني شكلت على أساس هذا التوافق السياسي ووثيقة الاتفاق السياسي. اليوم أكو تحديات تواجه حكومة العبادي تقف أو تحول دون تنفيذ هذه الاتفاقية السياسية أو الاتفاق السياسي، كيف ترى أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ إسماعيل ولقناة التغيير، تحياتي الكبيرة لأستاذنا الرائع الدكتور غسان عطية والمشاهدين الكرام. الحقيقة بعد أذي بد علينا أن نصنف هذه التحديات أولا، ثم بعد ذلك ننتقل الواحدة تلو الأخرى. التحدي الأول لكي نكون صراحاء مع أنفسنا ومع المشاهد الكريم، التحدي الأول لحكومة العبادي نوري المالكي ومن مع نوري المالكي. نعم. هذا أولا. التركة الثقيلة التي ورثها العبادي من حكومة نوري المالكي الحقيقة عبارة عن مجموعة تحديات كبيرة كان الله في عين العبادي في مواجهة هذه التحديات. والرجل الحقيقة كان مدخله مدخل شجاع، وهناك كما ذكرنا في حلقات سابقة إشارات كثيرة إيجابية تشير إلى أن هذا الرجل يريد بناء دولة، يريد بناء مؤسسات، يريد بناء العراق، يريد مواجهة هذه التركات الثقيلة بمواجهة أكاديمية تصحبها مروءة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا من جانب. من جانب آخر، الحقيقة الحكومة إذا ما أردنا أن نصنف عمر هذه الحكومة 3 أشهر منذ بدايتها حتى يومنا هذا، هذا الوقت الحقيقة السقف الزمني لا يمكن نحن كمراقبين أن بكل المعايير أن نحكم على هذه الحكومة وفق المعطيات الحالية التي تدور في رحاها في العراق. العبادي وكابينته الوزارية منذ أن شكلت هم كانوا على دراية ويقين بأنهم سيواجهون تحديات جمة وكبيرة، لأنه كما قلنا التركة ثقيلة. لذلك تحصيل حاصل، بدأ بداية إيجابية، بداية جيدة، والدليل يعني خلال 3 أشهر اتخذ قرارات شجاعة، خطوات جريئة وجيدة وشجاعة تصب باتجاه
حلحلة الوضع العراقي وانتقاله من حال إلى حال أفضل. إذن أنت ترى المالكي هو التحدي الأكبر في هذا لا شك أنا كمراقب أرى التحدي الأكبر لحكومة العبادي نور المالكي. والحقيقة وما حتى نكون صراحة مع أنفسنا ما عرضته بعض القنوات من 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 تحشيد لمن على ذمة المالكي من المسؤولين وغيرهم، شاهدنا كيف يحشدون الشارع وكيف يتعاطون مع المواطن العراقي من أجل إخراجه إلى الشارع في مظاهرات أو ما إلى ذلك. الحقيقة يعني كلنا شاهد ذلك ودليل قاطع لا يمكن اللبس فيه. هذا من جانب. من جانب آخر الحقيقة حتى على مستوى السياسي هناك من هم في دولة القانون من يعكر صفو قرارات أو ما يريد أن يتخذ من قرارات العبادي وكابينته الوزارية. الحقيقة لذلك نحن نلمس هذا واضحا وجليا في دعني أسمع وجهة نظر أخرى وأشوف الاتفاق. دكتور غسان العطية مرحبا بك مرة أخرى. يعني ضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن الجميلي يقول أكبر تحدي يواجه اليوم حكومة العبادي هو يعني تجربة المالكي وآثارها على حكومة العبادي. الكتل السياسية كانت لها تجارب مريرة دكتور غسان مع حكومة العبادي. اليوم هناك أصابع اتهام تحوم حول المالكي بأنه يعمل على إفشال الحكومة وأيضا تعطيل برنامجها. دكتور غسان شكرا وتحية ضيفك الكريم الدكتور عبد الرحمن، وحقيقة ما مداخلته لا أختلف بما ذكر على الإطلاق، لكن يجب أن نضع الأمور بصورة استشرافية والمستقبل. الحكومة هذه جاءت في ظرف استثنائي، بالرغم من أن المالكي حصل على 92 مقعد إلا أن هزائم في الموصل والوضع الإقليمي والموقف الأمريكي اللي كان مصر إن أردتم أن نساعدكم على دحر داعش فعليكم أن تعيدوا ترتيب البيت العراقي، ومن كان إخراج المالكي. فكما المالكي جاء للسلطة 2006 نتيجة توافقات إيرانية أمريكية، الآن مرة أخرى السيد العبادي جاء للسلطة مرة أخرى لتوافقات أو تفاهمات أمريكية. هذا ليس انتقادا أو طعنا، هذا واقع الحال. الجانب الآخر، حكومة 2006 وحكومة 2010 كلها سبقها بيان سياسي خطاب على أساس هذا البرنامج، لا بل في 2010 أكثر من ذلك هناك ورقة وقعها السيد المالكي ووقعها أستاذ مسعود البرزاني كاتفاق ما بين الاثنين. المؤسف أن في كلا الحالتين المالكي نكث بتلك العهود والتف حولها وعقد المشهد العراقي. إذا قارنا هذا التاريخ المؤلم لما قام به العبادي وهو لم يستمر بالحكم بعد أقل من 100 يوم، فالمتعارف أنه يحاسب الواحد بعد 100 يوم في أوروبا أو في أمريكا، أنه أولا هو يحيد عن هذه التعهدات. حضرتك وردت بصل من أجل، وإذا نظرنا عمليا نجد أن الجانب الإيجابي أن دعم العمليات العسكرية، وهذا كان على رأس أولويات البرنامج، هذا حصل. والحقيقة الدعم هو الدعم ليس فقط أمريكي وإنما أوروبي، فرنسي دخلت وغيره. ولكن هناك دعم إيراني وتدخل إيراني، وما حصل في جنوب الأيام الأخيرة كان بوجود إيراني فاعل. هل هذا الوجود الإيراني ضمن الاتفاق الوزاري أم هذا خروج عن هذا الاتفاق؟ الجانب الآخر، إعادة النظر في الملف الأمني للجيش، هذا في منتهى الخطورة. اتخذت خطوات من قبل السيد العبادي، ومن جملتها استبشر الناس بحالة بعض التقاعد وبعضهم تم نقله، ولكن حصل راجع عن بعض الأسماء منهم رئيس الأركان الزباري أعيد إلى مكانه إلى رئاسة الأركان. هذه لا تعكس خطة مدروسة وخطوة جزء من خطوات، وهذا تجعلنا أن نتساءل هل سيكون بقدرته أن يتجاوز العقبات. الجانب الثالث والمهم بتعهداته الوزارية هو حل الخلافات الإقليمية
والاتحادية. الإقليمية كان حقيقة في غاية النجاح لما بدأ يزور دول الإقليم جميعا، إن كان بشخصه أو بشخص رئيس الوزراء أو بشخص رئيس مجلس النواب. وبالتالي الجو الإقليمي خاصة الإقليم العربي تفائل به وكان إيجابي في غاية الإيجابية. هذا شيء يشهد إلى ويجب أن يقدر عليه. دكتور غسان، دكتور غسان، يعني أنت تحدثت عن التحديات اللي تواجه حكومة العبادي وأشرت إلى موضوع العبادي بدأ بعملية إصلاح. اليوم أكبر تحدي يواجه حكومة العبادي، أنت تعلم أنه تنظيم الدولة اليوم يقاتل في شوارع الأنبار وأيضا عشائر الأنبار ومسلحين والثوار يقاتلون تنظيم الدولة مع الحكومة. عندما يأتي يعني التخطيط أو الوقت الغير مناسب وأن تثار قضية العلواني اللي اليوم أكبر عشيرة موجودة تقاتل اليوم مع الدولة هي عشيرة البعلواني اللي ينتمي إلها النائب العلواني. يعني هناك أصابع اتهام وهي ليست أصابع اتهام بقدر ما أصبحت حقيقة، وهي كثير من المسؤولين يتحدثون عنها أنه المالكي وراء هذا التوقيت بالذات. كيف تنظر أنت اليوم الحكومة في مأزق كبير دكتور؟ إضافة لما سبق أن ذكرته، النقطة اللي يتليها هي موضوع الإصلاح السياسي. نعم. والإصلاح السياسي كان أحد الاشتراطات الأمريكية بأن ضرب داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية لا يتحقق دون الإصلاح البيت السياسي العراقي من خلال عملية سياسية جامعة وليس إقصائية وإعادة النظر. وبالتالي لأن المناطق الغربية أو الموصل أو صلاح الدين أبناء تلك المناطق من سيقاتل ومن سيدحر داعش، يجب أن يعطون هذه المنطقة أبنائها الثقة والقناعة بأن دحر داعش سيصب لصالحهم وليس لصالح حكومة لا يثق بها. هذا التحدي الكبير هو اسمه ما بعد داعش. نعم. ما هو المصير؟ لذا التعثر اللي نشهده، وحضرتك أشرت إلى أن بعض أبناء الأنبار أو حتى صلاح الدين وديالة وغيره، البعض أما وقف قتل أو انحاز إلى داعش، ونفس العشيرة الواحدة في الأنبار فيها من يتعاون مع داعش وفيها من ضد داعش. التحدي الأكبر للعبادي، وهذا بتقديري هو التحدي الأساسي واللي يضع القطار على السكة، هو كيف يحول الوضع السياسي بما يجعل أبناء الجنوب، أبناء الوسط، أبناء الشمال يثقوا بالحكومة ومستعدين يدافعوا من أجلها ومستعدين أن يموتوا من أجلها. نعم. هذا هو التحدي الأساسي اللي إلى الآن خطوات العبادي متلكئة. نعم. تسألني هل بإمكان يقوم بأكثر من ذلك؟ أقول الخطوات البسيطة اللي قام بها من جملة مراجعة الإصدار العقوبات على السيد سنان شبيبي ومحمد علاوي، ولكن ما صدر بحق العلواني، الدكتور العلواني في الحقيقة هو فوجئ فيه، هو فوجئ. نعم. وهنا الإشكال الكبير إن القضاء تم تسييسه بشكل، والتقارير اللي أقرأها إن لا يزال رئيس الهيئة القضائية واللي هو يتمتع بثلاث مناصب، وهذا أنقل لك إياها من تقرير أمريكي اللي هم الآن أصبحوا داخلين في العملية السياسية العراقية برمتها. طيب. هذا الرجل ساهم بإنهاك العراق القضائي. أعطيك مثل. نعم. أمس هذا رئيس الهيئة القضائية العليا وهو اللي برر كثير من القوانين اللي شل البرلمان، يعني البرلمان عطل دوره بأن لا يحق له إصدار تشريعات ويبادر بها، يجب ينتظر رئيس الوزراء والوزارة فقط. هو يقول بأن هناك 498 مخبر سري أحيلوا للقضاء لأنهم كانوا كاذبين. لا. وهو اللي ساعد أن هالمخبرين ذهب العشرات لا بل المئات والآلاف من الأبرياء إلى السجون. وآخر مشكلة الآن نواجهها وهو ما يسمى تشابه الأسماء. لا. فهناك مئات الأشخاص، وهنا لا نتحدث مصالح الناس لأن اسمك محمد جاسم محمد. نعم. فبالتالي مئات من هالاسم موجود. طيب. وأعطيك أسماء اللي ذكرها التقرير
وشخص اسمه عمار ياسر قضى 9 أشهر بالسجن إلى أن أثبت أنه غير المقصود إليه. دكتور يسألهم زين فتشوا على اسم الأم اسم المنطقة. هذا القضاء اللي مارس المحمود مع الأسف لعب دور. دكتور تعيش. هل بإمكان العبادي الآن يتجاوز هذا؟ أنا أقولها وأنا أتمنى النجاح، كل النجاح للسيد العبادي. طيب دكتور خلي 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 حتى نكون منصفين دكتور، أنا أعرف أنت في جعبتك الكثير حقيقة، بس حتى يعني دكتور عبد الرحمن يعني لديه بعض الإضافة، يقول أنه يعني دكتور عبد الرحمن أنت قبل أن ندخل البرنامج كنت تتحدث عن موضوع أنه هناك ميليشيات دا ترتكب جرائم يعني ترتقي إلى جرائم يعني الحرب الإبادة وجرائم يعني مشابهة لما يرتكبها بعض التنظيمات الإرهابية اليوم. موضوع الثقة اليوم بين أفراد الشعب العراقي سواء كان ابن الجنوب أو ابن الفرات الأوسط أو ابن الأنبار أو ابن المنطقة الشمالية، موضوع الحشد الشعبي اللي موجود اليوم وأكو ميليشيات تداخلت في هذا الحشد الشعبي وأساءت اليوم. اليوم إحنا إذا نجي نتحدث عن موضوع داعش، هناك داعش له أنصار، هذول الأنصار أصبحوا اليوم يعون حقيقة التنظيمات الإرهابية. كيف أنا أخلق جو من الطمأنينة بين أفراد الشعب العراقي إذا كانت الميليشيات والتي تدخل في إطار الحشد الشعبي تقوم بجرائم مماثلة لما يقوم به التنظيمات الإرهابية؟ هذه هي المشكلة أساس معين الحقيقة، وقد أشار إليها الدكتور غسان العطية أن 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 الحواضن إن صح التعبير، حتى الحواضن التي تحتضن أو الحواضن السنية لنكن صراحة في التسمية، يعني منهم من يقف على التلو ومنهم من ينضم أو ينضوي تحتها، هذا كل الحقيقة له أسباب ومجذرات الحقيقة، يعني إلى يومنا هذا لم تجرم الميليشيات بالوقت الذي عاثت في الأرض فساد، عاثت في العراق فساد، إذا ما قورنت يعني مجرمات الميليشيات بمجرمات الدولة الإسلامية قد تكون أخطر، مجرمات الميليشيات أخطر منه عليه في الدولة الإسلامية. لا. هذا من جانب الحقيقة. جانب آخر يعني حتى تجريم الميليشيات أنا أراه كمراقب أن هذا هو ضرب من ضروب التسوية السياسية في التحالف الوطني، هذا ما اتفق عليه، هذا ما اتفقوا عليه. والدليل ما ذكر الدكتور غسان أن من يمتلك سدة القضاء في العراق وهو نسميه صراحة مدحة المحمود الحقيقة، وهو الذراع القوي لأدرع المالكي الحقيقة، نحن كمراقبين نتفاجأ من هذه التغييرات التي لم تشمل القضاء. يعني حيدر العبادي الحقيقة نهضة جيدة وجريئة، واتخذ قرارات الحقيقة آخرها ما ذكره الدكتور غسان في المسميات التي استبدلت وما سبقتها من تغيير 38 أو 36 ضابط كبير في الجيش العراقي. الحقيقة كنا ننتظر أن تشمل هذه التغييرات، أن تصل هذه التغييرات إلى القضاء بالوقت الذي نجد أن القضاء يمثل الجذر الرئيسي للسياسة العراقية اليوم، والقضاء مخترق وضعيف ولذلك أرجع وأقول أن من يمتلك سدة القضاء هو أحد الأذرع الكبيرة والقوية للحكومة السابقة لنور المالكي، ولذلك نحن نشير كمراقبين أن على حيدر العبادي أن ينتبه إلى هذه القضية وأن يضعها في حساباته وفي أجنداته ويعمل على تغيير شيء من هذا. دكتور عبد الرحمن، اليوم المالكي اليوم هو نائب رئيس الجمهورية ويتمتع بنفوذ أكثر مما يتمتع به يعني حتى نقول السيد العبادي، عندما كان المالك رئيس الوزراء كانوا نواب رئيس الجمهورية مجرد شكليين. اليوم النفوذ الموجود عنده والسلطة والسطوة واختراق مؤسسات الحكومية، كيف ممكن السيد العبادي يسيطر على هذا النفوذ؟ يعني والله يا أستاذ إسماعيل، يعني الآن في هذا السؤال أجبر إلى أن أكشف عن محادثة جرت بيني وبين أحد السياسيين في الدولة العراقية، وكان قد حدثه العبادي نفسه من بعد زيارة لإيران، والرجل أفصح لهم أن هناك ضغوطات خارجية أنه يعني لا يضغطون على نور المالكي، عدم الضغط على نور المالكي وترك نور المالكي لأسباب الحقيقة ذكرها وطويلة، لا أريد أن أدخل أجر نفسي في هذا المجال. هذه قضية. القضية الأخرى الحقيقة يعني أنا ذكرت في حلقة سابقة أن أمام العبادي 3 خيارات في اعتماد السياسة المنهجية للعراق، هو إما أن تكون سياسته امتداد لسياسة نور المالكي، وإما أن تكون
امتداد من غير تغاير. نعم. وإما أن تكون سياسة الإملاءات الخارجية، وإما أن تكون سياسة الرجل القوي الوطني العروبي الذي ينهض بالعراق ويصل به إلى مصاف الدول المتقدمة. وهذا ما نتمناه على العبادي، وهذا ما التمسناه من 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 سياسته الحقيقة ومن شجاعته في إطار القرارات المتخذة خلال هذه الثلاث أشهر الحقيقة. نعم. القليلة في حكومته. ولذلك نحن نشد على يد العبادي في أن يكون أكثر شجاعا وأكثر جراءة في اتخاذ القرارات. طيب. التي تنهض بالعراق إلى مصاف الدول المتقدمة. دكتور غسان، أعود إليك من جديد. يعني اليوم خلينا نكون واقعين، اليوم أصبح الحل العسكري هو ليس الحل الناجح. اليوم الحل السياسي هو الذي يخدم يعني السياسة الداخلية ويخدم أبناء المجتمع العراقي. إذا نتحدث عن موضوع الاجتثاث أو المساءلة والعدالة اللي فرضت على الطبقة المثقفة، حضرتك أنت يعني خلينا نكون واقعيين، كل الشعب العراقي يعرف أنه كل العراقيين هم كانوا ينتمون لحزب البعث. شنو اللي اختلف اليوم؟ شنو اللي اختلف اليوم؟ هم العراقيين نفسهم اليوم وموجودين، أكثرهم موجودين مع حكومة المالكي، بس للأسف أخذوا السيئين. بكل حزب أكو سيء وأكو طيب. يا دكتور، هل يعقل أن يفرض الاجتثاث أو المساءلة العدالة على طبقة مثقفة وطنية ويتغاضى عن سيئين اليوم اللي هم منخرطين مع في وظائف حكومية مهمة الدولة؟ شنو ذنب العراق اللي ينتمي اليوم إلى هذا الوطن ويحرم من العيش فيه؟ بارك الله فيك. أود أثرت جملة من الملاحظات. نعم. بس خلي أبدأ بواحدة واحدة. موضوع الاجتثاث، وشخصيا أنا كنت ضد الاجتثاث حتى في أيام أنا كنت معارض للنظام السابق، وكنت أقول يجب الجيش أن لا يحل وإنما يشذب. وكذلك حزب البعث ليس كالحزب النازي وإنما كالحزب الشيوعي في ألمانيا الشرقية أو في روسيا، يجب أن يعاد ويسمح له العمل ضمن القوانين الجديدة. هذا شخصيا محددة ومكتوب ومنشور. الحصل مع الأسف من جاء للحكم أجى بروحية انتقام، وهذه الروحية هي التي كانت انتكاسة العراق في الوقت. أعطيك مثلين. مثل جنوب أفريقيا، اعتمد سياسة القلب المفتوح وأنقذ جنوب أفريقيا من الصراعات مع من؟ مع بالذات البيض اللي كان يقتل السود. نعم. مع والهساب استقرت. والمثل الآخر هو تونس. تونس انتقلت، وكان ممكن تكون كليبيا أو كمشاكل أخرى، من لما رفض سياسة اجتثاث أحد زين الدين العابدين وسمح للمشاركة إلا من عليه قضية قضائية، وبذلك جرت انتخابات يشهد عليها العالم، ليس العرب، العالم، بأن كانت الأكثر نزاهة في تاريخ المنطقة كلها. هكذا أنقذ تونس. نحن أمامنا ضيعنا الفرصة. عندما تبدأ بسياسة الحقد والثارات تنتهي بنفس الوحل، بشر القاتل بالقتل. نعم. هذه مرحلة. السؤال الآخر، العبادي له الرغبة ولكن لا يملك القدرة. أنا بتقديري بهذا البرلمان الموجود سيجد صعوبة تلو الصعوبة. وأعطيك مثل، حتى يوم أمس أو اليوم لما صرح وزير بوزارته، نعم، والسيد الشهرستاني ينتقد الاتفاق اللي وقعه السيد عادل عبد المهدي. نعم. أين التكافل المسؤولية كمجلس وزراء؟ هذا مجلس وزراء أقرها الاتفاقية. عندك. نعم. اعتراض اذكره. دكتور، تطلع بالإعلام وتطعن بها، هذا تضعف الحكومة وتضعف السيد العبادي. نعم. تحديدا. دكتور، هذا السلوك. الزميل. نعم. المخرج يقول لي اذهب إلى فاصل، ولكن أنا قبل لا أخذ الفاصل راح أسألك بسؤال وبإجابة يعني سريعة. يعني هل يستطيع اليوم الدكتور حيدر العبادي أن يصبح غاندي العراق اليوم إذا بدأ بالإصلاح اللي يرضي الله وما يرضي العباد؟ أنا اللي أقول لك بشيء محدد، أن على العبادي أن يعيد تحالفاته ضمن البرلمان وضمن الشارع العراقي ويجد قاعدته الحقيقية، وكذلك القوى البرلمانية والشعبية تعيد تركيبة نفسها بتيار عابر للطائفية، وعندئذ يقوم العبادي بحل البرلمان ويقول للبرلمان أنا لا يمكن أعمل معاكم، ويعود إلى انتخابات جديدة، والانتخابات الجديدة تكون نزيهة كالانتخابات التونسية، وعندئذ يكون العبادي يتحول إلى بطل وطني أنقذ العراق من الوحل النوبي. هذا باختصار. وإلى شكرا للدكتور غسان العطية، كنت معي ضيفا كريما من لندن عبر السكايب.
الأستاذ دكتور غسان العطية رئيس المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية. مشاهدين الكرام مستمرين معكم في هذا الحوار، ولكن سنتوقف في فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ويسرني أيضا أن أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من أربيل، القيادي في ائتلاف الوطنية الأستاذ علاء مكي. مرحبا بك أستاذ علاء، والحديث اليوم نتحدث في هذا الموضوع اللي حقيقة أصبح اليوم بحاجة ماسة للشارع العراقي أن يكون هناك إصلاح حقيقي وجذري. اليوم لم يعد الحل العسكري هو الحل الناجع، اليوم العراق بحاجة إلى حل سياسي أكثر من ما هو عمليات عسكرية غير يعني دقيقة وغير كفوءة ولا يمكن أن يعني تؤدي الغرض. قتال مستمر، هذا القتال أستاذ علاء أفقدنا أبنائنا وأموالنا من أجله. بسم الله الرحمن الرحيم. حقا ما تقول، أن ترسل شباب مندفعين عاطفيين يمكن يعرفون فقط أن يرمون السلاح في الهواء، هواء الطلق يعني، في الأفراح والمسرات، هذا ترسلهم لمواجهة عدو شرس متدرب وانهار جيش منظم أمامه انهيار كامل وعنده أسلحة، وبعدين أهم من الأسلحة والتدريب عنده تكتيك عسكري حقيقي لا يمكن أن يواجه بمثل هذا التوجه. أصلاً تدريب الجيش العراقي الحالي يعني فيه تحدي كبير، وهو ما قدر يواجه كيف احنا ندعمه بميليشيات من الشباب. وأنا حقيقة أتألم أنه هذول الشباب والمعارك كلها مدى توصل إلى نتيجة، داعش اللي يسويه هو ينسحب من مكان فالجماعة يفوتون وبعدين يطلع لهم من الخلف، يعني ما سوينا شيء. وهاي المفروض أكو تكتيك واستراتيجية عسكرية واضحة على الأقل موضوعية في مكان. فلذلك الحقيقة يعني احنا في تيه، وهذه الجهود جهود غير حقيقية، بل هي جهود مقصود منها إدامة فترة الحرب وإفشال الوضعية وزيادة تعاسة الأمر، هذا هو المقصود من هذه الوضعية اللي موجودة. ولذلك أنت تقول لي حل سياسي، أي حل سياسي مع من؟ يعني رئيس الوزراء وانتخب وأجمع عليه ومضى، فهسه يعني قرارات المفروض سوى قرارات يعني إيجابية، ولكن
نحتاج إلى تقادم في المسألة، نحتاج إلى تعجيل في القرارات، لأنه الوقت ليس في صالح العراق ككل، لا في صالح كل مكونات العراق، يعني المحافظات المنتفضة، الجنوب، كردستان، يجب أن يكون هناك قرار متجانس، قرار بتوحيد الجهود لمواجهة هذا الخطر. فلذلك نحن نقول وطرحنا كوطنية، والآن أكررها من خلال قناة التغيير، وأنا طرحتها في قناة التغيير عدة مرات، احنا يعني هذا الخطر لا يواجه بهذه الصورة، يواجه بإعادة ضباط الجيش العراقي السابق المتدربين المشهورين بالكفاءة، واللي واجهوا معارك كبيرة، هم ضباط عراقيين ولا ينتمون إلى أحد إلا إلى عراقهم، وهم مستعدين أن ترجع لهم حقوقهم وترجع لهم كل امتيازاتهم، يقول لك احنا خلص نموت لأنه كبرنا وبعد ما عندنا شيء بالحياة، ولكن أن ترجع لنا حقوقنا وأن نمارس حياتنا كمواطنين وأن أطفالنا وعوائلنا يأخذون حقهم من هذا العراق اللي هو أبو الكل. يعني أستاذ علاء، يرجعون ذولا وبعدين بيهم قسم يسموه القوات الخاصة، وهذا مشهور أصلا بالشرق الأوسط. فأنا أقول إذا صار هذا القرار والراد له تهيئة، وأنا ما أخاطب بس من الحقيقة الدكتور العبادي وجوده، وإنما أخاطب المجتمع الدولي، أخاطب الولايات المتحدة الأمريكية، أخاطب المملكة المتحدة، وأخاطب كل الأخوة الناتو، ويقولهم أنه مصالحكم في العراق هل هي تأتي ضمن عراق مضطرب وعراق منهار وعراق فيه قتل بهذا الاستمرار، أم تريدون أن تبنون اقتصاد وأن تعاونوا وياكم وأن تجمون استثماراتكم وأن تتقسم المسألة بالأنصاف، وبالتالي إحنا كعراقيين نمثل المصلحة العراقية والناس كلها ستقولكم يا جماعة يا تحالف دولي يا مجتمع دولي إحنا موجودين، وحتى ذول الضباط العسكر هم مستعدين أيضا للتفاهم. قد يكون هناك المجتمع الدولي تردد في أنه كان يحاربون وكانوا مقاومة وطنية حقهم، هم كان يعني تفاجأوا بدخول يعني محتل للعراق، فالحل الطبيعية أن يواجهون. لكن بعد هذه السنين وبعد هذه الفترة أعلى الآن ندعو إلى المصالحة الوطنية تبدأ من هذه النقطة تحديدا، ونريد قرار من حيدر العبادي مسنود من المجتمع الدولي بهذا الأمر، ولذلك احنا الصرحاء ونتفاهم مع الكل، ما عندنا أي حدود مع أحد، حتى الجارة إيران هم نجي نتفاهم وياهم، وأي نمثل إيران نقعد نتفاهم وياهم، نقولهم أنه العراق بعد ما يتحمل هذا الأمر. أستاذ علاء، أستاذ علاء، يعني أنت حقيقة يعني تحدثت عن موضوع المخاطبة المجتمع الدولي، هو إحنا من خرب ديارنا غير المجتمع الدولي؟ أمريكا وبريطانيا، الله يخليك أستاذ علاء. اليوم أكو وهم كبير يقع فيه وارتكبه أصحاب السلطة والنفوذ بقصد أو دون قصد، هو عدم الانتباه إلى موضوع تحسين الجبهة الداخلية للمجتمع اللي على أساسه تبنى الأوطان وتسلم ويسلم المواطن من الإرهاب. اليوم العام هناك من يعول على العام الخارجي وأصبح هو الخسران، لأن التجارب في هذا الموضوع يا أستاذ علاء أصبحت كثيرة. هناك حقيقة الغريب ما يحترم العميل ولا المأجور إطلاقا، يستخدمه كوسيلة ضغط أو تحقيق غاية ويتنصل عنه بكل سهولة. هذا صحيح أخي، احنا ما تخلينا عن وطنيتنا في هذا الكلام، ولكن أرجو أن تفسر كلامي كاملا وليس مجتزئا. أنا ما فسرت مجتزئا، أنا تحدثت عن العام الخارجي وتوحيد الجهود العراقية من كل الاتجاهات، وقلت أنه الدكتور حيدر العبادي أجى بقرار عراقي أو أسند على الأقل من قرار عراقي ودعم دولي في إرادة تحقيق لحقيقة وجوده كرئيس وزراء، أن يتخذ قرارات إصلاحية حقيقية وليس شكلية. فبالتالي إذا هو محاط بضغوط تمنع من أن يمضي، فإحنا لازم يعني هاي المسألة يكون بها وضوح. بعدين تعال أقول لك، يعني إحنا المسألة اللي تفضلت فيها، يعني أنت الحل السياسي مع من؟ يعني ويا من تحل سياسيا؟ الناس اللي هم ماضين في اتجاه يعني الطائفية وباتجاه
ذبح الناس والميليشيات هاي اللي تجي ويقول لك احنا يعني هسه اعدام احمد العلواني تناقشهم يقول لك القضاء، يعني هو القضاء يعني اختار هذا اليوم بالذات وهاي الفتره ان يخرج اعدامه، هو كان صار له معتقل فتره طويله. استاذ علاء، يعني استاذ علاء الاراده الصادقه في المصالحه، استاذ علاء استاذ علاء السياسي، استاذ علاء تتحمل موجوده في ما هي موجوده، يجب ان تكون قوى تعادلها في الاتجاه، تعادلها في المقدار وتعاكسها في الاتجاه. طيب حتى تتعدل، تتحمل صراحتي، تتحمل صراحتي لاستاذ علاء. هو المجتمع الدولي دور مصالحه وما هم العراق ولا المواطنين العراقيين، فبالتالي احنا نحكي من مصالح المجتمع الدولي. طيب استاذ علاء، مصالح المجتمع الدولي اذا يريدوها والا تهدد المصالح وتنهار كل الامور تنهار امامهم. استاذ علاء، استاذ علاء، يعني انا اعطيك نبض الشارع العراقي اليوم، يعني تحمل هذه الصراحه، لان انت حقيقه يعني ضمن قيادي ضمن ائتلاف وطنيه ولكم مقاعد في البرلمان، وانت اليوم احنا نحكي على الحل. اليوم بعد مرور 11 سنه المواطن يقول اصبحت على قناعه تامه ان عمليه الاصلاح اليوم تسير بعكس الاتجاه، لان الغالبيه العظمى من السياسيين اليوم يعتقدون اذا رفعت القرارات الجائره وعوده المهمشين والمجتثين سوف يبعدهم عن المشهد السياسي وايضا يحرمهم من الامتيازات والمنافع الشخصيه. يعني اذا انت تنادي وتقول انا بدي اصلاح سياسي، غيرك يقول لك لا والله انا ما اريد، راح يجون دول راح ينافسوني. هاي حقيقه دكتور استاذ علاء. يعني شنو تريد تقول هاي الحقيقه؟ ما هو تكمل، يعني شو يقول المواطن العراقي؟ المواطن يقول على دول السياسيين اللي هم قاعدين ويعني رغوا بالمقام فاقاموا او يمكن تركوا هناك في البرلمان وفي مجلس الوزراء فناموا. فطبعا تقول شو يقول عليهم؟ وبالتالي احنا نحتاج الى تغيير شامل لهذه المساله. يعني انا لازم نواجه الحقيقه بشكل واضح، والمواطن من تقول له هالشكل يقول لك يا سياسيين يا كذا. فلذلك انا ادعو الى مساله يعني شامله وتغييريه يا استاذ. نعم. وبالتالي يعني احنا خلينا نكون في حرج من هذا الموقع، ولكن الحقيقه مره دائما طبعا. يجب ان نقولها ويجب ان نمضي في هذا الامر. انا براء للذمه امام الله سبحانه وتعالى ثم امام اهلنا وشعبنا. وبعدين اذا صلحت النوايا من القلوب سبحانه وتعالى راح يغير الامور. وبالتالي اذا جو ذول الناس اللي هم قوه هائله جامده واقفه على صفحه، هسه نقول لك احنا الضباط احنا ما نشارك ولا نطلق اي طلقه، لانه احنا شاركنا 2008 وطلعنا القاعده وبالتالي قتلونا ولا اعطونا رواتب ولا شيء. طيب. كيف نشارك مره اخرى وهم قوه رابضه مثل الاسد الرابض؟ وصلت الفكره سادة. يهملون هذا شيء يعني غير واقعي وشيء غير صحيح. نعم. ان يعني يقال لهم تعالوا بدون مقابل، بدون تعديل، بدون رفع الاجتثاث، بدون عفو عام، بدون إعادة الحقوق لهم، يعني هذه لا يمكن، ليس انصاف ولا يمكن. ثم لا. اذا جوي هسه بدون قرار واضح انه يكونون هم رسميين بالدوله، طبعا من تنتهي المعركه راح يطلعون ارهابيين، وبالتالي ايضا يلاقون مصير الارهاب لانه مشاركه بدون موافقه الدوله. طيب استاذ علاء، الموضوع واضح تماما. دعني احنا أسمع. نحتاج دعني. كل ما دعني. نحتاج انه نجمع كلمتنا ويكون هذا الصوت يكون واضح وبشكل كلش قوي حتى يسمعوه الآخرين، وبالتالي احنا نمضي في اصلاح الحال. طيب. وطبعا مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة بخطوة. خلينا نتوقف عند هاي الخطوة استاذ علاء. خلينا نتوقف عند هاي الخطوة استاذ علاء. يجب ان تؤخذ نظر الاعتبار. خلينا نتوقف عند هاي الخطوة. ضيفي في الاستوديو لديه تعليق يعني على ما ذكرته، يعني دكتور عبد الرحمن سمعته الاستاذ علاء مكي يقول اليوم احنا نريد اصلاح حقيقي، مو اصلاح بس ناس قاعدة جايبة اوراق وحاطة قدامها وتقول والله حد فلان شو فلان شو وماكو شيء على الارض. اليوم يقول اكو ناس دا تدفع ثمن، يعني هذا الشباب يقول دا يروح هدر في حرب عشوائية. اليوم المؤسسة العسكرية اليوم اللي احنا نتفاخر بها واللي القائمين عليها اليوم اذلوها لهذه المؤسسة العسكرية، هل يعقل؟ يعني احنا نريد نرجع مرة ثانية للموضوع انه 150 او 200 الف واحد انسحبوا، هاي ما عقيدة عسكرية ما موجود. اليوم الولايات المتحدة صحت عين نفسها بعد ما خربت ديارنا تقول ارد اليوم اسس ان تسع علوية كل وابي 45 الف. شلون احنا نرجع من نقطة البداية يوميا احنا بحق التجارب العراقيين؟ احنا اذا كنا نتكلم في اطار التنظير، حتى الميليشيات الان تريد الاصلاح، كل السياسيين الان يريدون اصلاح، كل الشعب يريد اصلاح، الكل يتحدث عن اصلاح، ولكن اين الاصلاح؟ من اين يأتي الاصلاح؟ من اين يبدأ الاصلاح؟
الحقيقة ذكر الدكتور على قضيتين أحب أعلق عليها. قضية دعوة الضباط القدامى الذين كانوا في الجيش العراقي وقضية المجتمع الدولي وأمريكا. سأتناول القضية الأولى. قضية الضباط العراقيين في الجيش السابق الحقيقة فيما لو دعوا الضباط، أنا أطمئن المشاهد وأطمئن الجميع أن هؤلاء الضباط سوف لن يلبوا هذا النداء. والدليل سبب والدليل ودي أن الدولة حتى حينما كانت تفتح مراكز التطوع قبل الأحداث، قبل أحداث الموصل وقبل أحداث حتى المظاهرات السلمية لم يأتي هؤلاء الضباط ويتطوعوا. هاي بحكم حكومة المالكي بالوقت الذي كان العراق يعيش في سلم إلى حد ما، فما بالك اليوم. نعم، هذه قضية. القضية الأخرى قضية المجتمع الدولي، هو من الذي جرى الويلات والدمار والخراب للعراق غير المجتمع الدولي؟ من الذي جرى العراق إلى هذا النفق المظلم غير أمريكا والمجتمع الدولي؟ أمريكا لا تريد العراق أن يستقر، المجتمع الدولي لا يريد العراق. إن جاملونا في الإعلام، إن جاملونا في التنظير في المؤتمرات الصحفية وفي غيرها، الحقيقة المرة خير من الوهم الصريح. الحقيقة المرة خير من الوهم المبهرج. هذه قضية ثانية. القضية الثالثة الحقيقة إذا ما أردنا التحدث والحديث عن الإصلاح، حتى الأخ الزميل الدكتور علاء مكي هو كان أحد أعضاء البرلمان السابق في الدورة السابقة، من أين يبدأ الإصلاح وأين الإصلاح؟ نحن نتكلم عن نتحدث عن إصلاح من بعد 2003 حتى يومنا هذا. العراق يرجع إلى الوراء ولا يتقدم خطوة، بل ولا يراوح في مكانه. أين الإصلاح ومن أين يأتي الإصلاح؟ ولذلك علينا أن نكون صراحاء مع أنفسنا. الكل يريد الإصلاح ولكن ليس لديه إرادة. الإرادة شيء والرغبة شيء. إذا ما أردنا الإصلاح علينا بإرادة. الإرادة تبدأ من رأس الهرم، تبدأ من السلطة، من أعلى سلطة تبدأ ثم تنتهي إلى أصغر موظف. ولذلك كنا نتأمل الحقيقة تغييرات جذرية في كل مؤسسات الدولة، بدءا من الوزارات إلى المؤسسات إلى كل مفاصل الدولة، ولكن الحقيقة خيبت آمال. نحن لا ننظر إلى الكأس من الوجهة الفاضية، وإنما ننظر إلى الوجهة الملأة. ولذلك نتعشم في شخص العبادي أن ينظر إلى باقي مفاصل الدولة وإجراء تغيير حقيقي، تغيير جذري الحقيقة في كل مؤسسات مفاصل الدولة حتى نصل إلى تحديد مصطلح الإصلاح. أعود إليك أستاذ علاء، يعني اليوم أنت تتحدث عن موضوع الإصلاح، والإصلاح اليوم السيد العبادي دي يعني يقوم بهذا الإصلاح، بس أكون هناك تحديات اليوم يعني توقف عثرة أمام هذا الإصلاح. يعني الميليشيات الموجودة اليوم المنخرطة اليوم بمسميات الحشد الشعبي وغيرها وغيرها، اللي اليوم أصبحت الثقة مفقودة بين أبناء الشعب العراقي. أبو المنطقة الغربية يقول لك أنا والله المناطق اللي بيها المكون الفلاني أو الطائفة الفلانية يستباح دماؤهم من قبل الميليشيات بحجة أنه التنظيم دا يسوي العكس. المالكي أطلق يد هذه الميليشيات، واليوم أكو شكوى عليه، وأكو يعني كثير الكلام عنه اليوم. اليوم شكاوى من رئاسة الوزراء عليه ومن رئاسة الجمهورية، يقولون دا يتدخل في أمورنا بشكل مو طبيعية. يعني معقولة يبقى البلد هذا رهينة بيد المالكي وما يقدر تصلحونه؟ يعني والله الحقيقة الدكتور عبد الرحمن، أنا الطرح اللي تفضلت به ترى أنا معاه، يعني أنا أنت ناقشت نقاط اللي أنا طرحتها أستاذ عبد الرحمن، احنا متفقين. نعم، انه الكل يريد الاصلاح، والاصلاح يجي من القرارات مال العبادي. لكن قل لي منو ايد المالكي من اجا؟ الجواب الجانب الامريكي، واحنا تدري شهود على الموضوع. انا بدي اقول لك يعني استنتاج وانما معلومات وانا حاضر بها. ومنو انطى دوره ثانيه؟ بايدن. ومنو يعني بصعوبه بالغه الا غيره؟ جانب امريكي. فأرجو أن يعني لا نكون احنا في محاضرة وإنما نكون في واقع. نعم، فالجانب الأمريكي من جاب أستاذ حيدر وإحنا أيدنا هذا الوضع وكل تخبوه، ولا تقول لي شكليا يعني هو العراقيين جابوه، صحيح، ولكن بالقوة على ما صار أصلا ما هو كان هو المرشح. صحيح، كانوا هواي أسماء يعني قبله لكن هو اختير وصار عليه إجماع. الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي حل المسألة نص حل، احنا بالبغدادي نسميه نصر الدين. هذا حل نص حل.
لو تنطي صلاحية كاملة وكل القوى المؤثرة عليه توخرها حتى من يجي البرنامج السياسي اللي طرحها ليه سمادي قد نسبة المئوية يتنفذ منها. بس لا نخشى أنه تكون مثل اتفاقية أربيل، يعني 4 سنين نكتشف أنه ما صار شيء. يعني اللي يتذكرون يعني وانا ارجعكم للتاريخ. نعم. وبالتالي احنا اللي نحتاجه هو مو ان نتناقش في هذا البرنامج، انا الدكتور عبد الرحمن يقول لي الموضوع هكذا وهكذا، لا، ان نكون وجهه نظرنا واحده. نعم. كلمتنا واحده امام العالم، امام السيد العبادي، وانه احنا يابا مأيديك تماما وكل القوى تكون وياك وكل الوطنيين، وخلص نفذ المعوقات لازم ندرسها ونشوف شيء يزيل هاي المعوقات. ما هو جاثمين على الارض، فبالتالي اراده هناك قوه، زين هاي القوه احنا نكونها نشتغل مقاومه وطنيه ضد النظام، طبعا مو هذا هو الصحيح، ولكن يجب ان يكون هناك ضغوطات دوليه. وبعدين انت لا تخرج العراق وما يحدث فيه من ما يحدث في الشرق الاوسط، ما هو مو بس قرار عراقي، واحنا سوريا اصلا هي داخله على الخط وداعش موجوده في سوريا وبالعراق. طيب. تركيا ايراد لازم واحد يحاور وياها، طهران الجارة إيران نفس الشيء. طيب. لازم هناك حوار، وإحنا نكون واقعيين، يعني لا نأخذ المسألة يعني بهذه النظرية، وإنما بالقوى المؤثرة الحقيقية الفاعلة، ونأتي لهذه القوى من مصلحتها، من يعني المنافع والمصالح اللي هي عندها هنا في العراق. طبعا يعني لاحظ انت هسه اكو تصدير نفط واكو مسائل وهاي كلها ندخل على المفاصل، واحنا مو عاجزين. يعني بس انت تجمع القوى العراقيه المشتته الان، اذا تجمعها ويصير هناك يعني توحد في الطرح، وبالتالي انجاز، يصير ضغط على المالكي، يصير ضغط على نعم على الاخرين، على المجتمع الدولي، بحيث تستقيم الامور. استاذ علاء بقانا دقيقتين، اريد اخذ محور مهم اليوم. السيد الدكتور اياد علاوي يقود موضوع مشروع المصالحه الوطنيه، واين وصل فيه وما هي التحديات اليوم توقف عنده بدقيقتين استاذ علاء؟ والله مشروع المصالحه الوطنيه احنا نقول هو عباره عن اصلاح العراق وبناء من جديد، والنظام هذا اللي صار 10 سنين هو يعني لم يخرج الا بلا الدمار، وانتهينا الى هذه الحاله اللي احنا عليها، وتشتت العراق الى يعني مكونات وهذه المسائل. احنا نمضي الى اولا تشريع قوانين جديده، تشريع القوانين الجامده اللي المفروض الدستور يعني اقرها وتشرع، الاجتثاث والنظر فيه بحيث بشكل منصف، ورجع الناس اللي هم ما متلطخ ايديهم بالدماء ياخذون حقوقهم كامله، اسوه باخوتهم اللي قسم ملطخ ايديهم بالدماء واخذوا حقوقهم كامله. فقرار مثل هذا يوازن الموضوع حتى نعم. تمشي الامور بتوازن، اصدار عفو عام مثل ما قال الدكتور غسان قبل قليل. نعم. يكون هناك مثل ما صار في جنوب افريقيا. نعم. احنا يجب ان تكون هناك روح المسامحه للكل، والا هذا نزيف الدم مستمر، يعني يجون حشد شعبي ويذبحون هم طبعا في مواجهه داعش، ثم بعدين ينتصرون يذبحون اللي بقوا من بدون تمييز، هل هذا كان داعش ام كان مظلوم تحت داعش؟ فهذه نعم. كل هالمسائل احنا هسه حقيقه دن تكلمنا ويا العشار، وصار مؤتمر تقارب العشار قبل اسبوع في اربيل. نعم. وتنتج منه جهد عشائري حقيقي، والعشار يتمثل بنا الشعب العراقي، ثم احنا بدنا نلتقي مع الضباط وبدنا نرفع اصواتهم، ثم بدنا نلتقي مع الساسه. نعم. ونلتقي مع من هو استاذ علاء يعني أيضاً. الوقت ادركنا والجهود بدنا نبذلها في هذا الاتجاه. مشروع المصالحه سيطلع على شكل برامج. وصلت الفكره استاذ علاء، وصلت الفكره. شكرا لضيفي عبر الاقمار الاصطناعيه الاستاذ علاء مكي القيادي في ائتلاف الوطنيه، كما اشكر ضيفي الذي كان عبر السكايب من لندن الدكتور غسان العطيه رئيس او مدير معهد العراق للتنميه والديمقراطيه، وضيفي الدكتور عبد الرحمن الباحث في الشأن العراقي. وأشكر لكم مشاهدين الكرام طيب المتابعة. أقول قيمة الإنسان هي ليست بما يملكه بل بما يمنحه للآخرين، فالشمس تملك النار لكنها تملأ الكون بهذا النور. شكرا لكم، وهذه تحياتي، أنا محدثكم إسماعيل الجنابي. شكرا.